بعد أيام من طرد دول غربية دبلوماسيين من روسيا في خطوة تضامنية مع بريطانيا، جاء رد موسكو بالمثل في خطوة أعادت إلى الأذهان الحرب الباردة وتداعياتها. فقد استدعت الخارجية الروسية سفراء قالت إن بلادهم اتخذت خطوات معادية فيما يتعلق باتهام لندن لموسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جنوبي بريطانيا، وهي تهمة ينفيها الروس جملة وتفصيلا. سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وأستراليا وبولندا، وكذلك ممثلون لسفارات التشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا وبلدان أخرى، أبلغوا بالتدابير الروسية. السفير البريطاني شدد لدى خروجه من مقر الخارجية الروسية على أن الأزمة الحالية بين روسيا والدول الغربية لم تكن لتحدث لولا استخدام موسكو أسلحة كيميائية في بريطانيا على حد تعبيره. أجرينا للتو محادثات مع الخارجية الروسية هنا في موسكو بشأن تدابير اتخذها الطرفان بعد حادث سالزبيري. لن أتطرق الآن لمزيد مما بحثناه، لكني أقول إننا سندرس ما أبلغت به للتو وسنتخذ قراراتنا وفقا لذلك. وأود التذكير بأن سبب هذه الأزمة في المقام الأول هو استخدام الأسلحة الكيميائية في شوارع المملكة المتحدة. وأمهلت موسكو بريطانيا شهراً لخفض عدد دبلوماسيها في روسيا ليصبح مساوياً لعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا في تدبير جديد اتخذته روسيا. الخارجية البريطانية وصفت التدابير الروسية بالمؤسفة، مشيرة إلى أن استخدام موسكو سلاحاً كيميائياً يعتبر خرقاً للقانون الدولي. من جهته طالب السفير الألماني في موسكو الحكومة الروسية بالرد على أسئلة وصفها بالمبررة بشأن تسميم الجاسوس، مشيرا في الوقت نفسه إلى انفتاح برلين على الحوار مع موسكو. انتهزت فرصة التباحث اليوم للتأكيد على أن من مصلحة ألمانيا أن يكون لديها علاقة جيدة مع روسيا وأن يتفهم الناس في كلا البلدين. نحن منفتحون ومستعدون للحوار بهذا الخصوص، وفي ضوء الأحداث الخطيرة في سالزبري فإن الأمر متروك للحكومة الروسية للقيام بكل شيء لتعزيز الوضوح والشفافية والرد على الأسئلة المبررة والمفتوحة. وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه طاقم القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ الاستعداد لإخلاء المبنى بعد قرار موسكو بإغلاقه وبطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته واشنطن يوم الاثنين الماضي. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يحبذ إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى رغم قرار طرد الدبلوماسيين الغربيين.